تجدد مملكه البحرين موقفها الثابت الدعم لجمهوريه مصر العربيه الشقيقه وامنها واستقرارها ومساندتها التامه للجهود الدوبه والمتواصله التي يقوم بها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنميه والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق وحمايه الامن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقه وتشدد مملكه البحرين على دعمها لمساعي جمهوريه مصر العربيه الحثيثه لاستتباب الامن والسلم في دوله ليبيا الشقيقه وتاييدها لكل ما من شانه الحفاظ على امنها وبما يكفل سلامه ووحده اراضيها ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنميه والتقدم والقضاء على مختلف اشكال العنف والتطرف والارهاب.